لك دير لي ماطو اييه مولا وبيرات كتعلم سمعت لها الفم قلتها لك ها سمعت لها الفم قلتها لك وقلت لها صوني ليا في النمره غادي نصيفطها لك ما دير لها ماطو لا قلت له ماطو قال لك ما عنديش الماطو صوني ليا صوني ليا ما عنديش الماطو ها ما عنديش الماطو خذ الماطو دابا نعطيك شي حاجه اييه تعطيها لي وخلي عندي واش عندك شي حاجه عند احمد الشاب عند كلشي اللي عندك مولا وبيرات قالت ما عنديش ماطو قلت لها درهم ديال ماطو عاد هزينا شويه صوني ليا صوني ليا نصيفط لك لومبيرونس واه هذا هو ما خليتيش ليا انت تحمل المسؤوليه ما عنديش مرتك ما عاكاني مرتك قلت لك دير لي الماسو اش قال لك دير لي الماسو اش غنقول له اش غنقول له لا بينك وبينه جيب لي هذا اللي درتي لي الماسو ها هو ابراهيم الشهاب جيبو راه عندك من مرتو عندك كل شيء جيبو سمعتي قلت لك دير لي الماسو درنا لي هي درتي سمعتي قلت لك دير لي الماسو واخا برا انا اللي صوني ما كيداش لي الماسو مره اخرى صوني على كونسور صوني اليوم رحمه على ماسو العين مره تفضل سبحان الله أو نافقوا هادشي يعرفوا الصغير والكبير لا المستشارين كامل اللي هنا ولا المواطنين المازور ديال لامبيرونس ايا كان لا ما نهضروا عيط ليا ما تعيط لك تجي كنعرفوا هذا واقع الناس كلهم خلي المستشار حنا كنديروا سياسه خرج على المواطنين كلهم لا هادو ولا اللي برا غير انت دير المازور هذا غنتجاوزوا هادشي الله يرحمه حتى واقع تنتمنى هاد المازور اللي درتو يديروا يديروا المازور لابيلاس من المره الجايه اما الحقيقه المواطن يدير المازور لابيلاس لا لا ما التدبير اللي كنطلب انا السيده الرئيسه وكنتمنى تجاوبني على السؤال ديالي واش المجلس محتاج نشري طوموبيله دابا جديده؟ وسي عبد الكريم كنحتار لا خليك ولا نجاوب والله هذا دوز عند فود انا وهضر لي حدا واخا ولكن خليني ما كنتشوش عندنا سي عبد السلام الله يخليك واش المجلس ديالنا يفتقر الى السيارات حاليا ماشي شدي وحنا في حاجه كنقول لك دوريات ديال وزاره الداخليه ديال الحكومه نعطيها قريت على الكذابه وحنا مازال كنشدو مازال كنشدو في السيارات هذا هو هذا هو التساؤل حنا خصنا نرشدو هذاك الميزانيه اللي هي ضعيفه وهزيله وحنا مازال وحنا كنطلبوكم مره اخرى اما بالنسبه للعمال العربيين حنا كنقولوا ذاك الرقم يعني خصو يتزاد فيه بالعكس نقصوا في المازوط ونزيد العمال العربيين لان هذوك مساكن هما اللي كيديروا الدور هما اللي كينظفوا هما اللي كينظفوا الجماعه انا داك البند ديال المازوط نبغيه يتزاد في الاليات كراء الاليات اللي كنحتاجوهم والعمال العربيين اللي هما اللي كينبيو وبهذه المناسبه انا كنطلب فهمتيني شي واحد يرجع للائحه ديالنا ونشوفوا الناس الا كانوا شي عائله ديال المجلس السابق تيخدموا في الفوارم وداكشي كلشي كاين كلشي مقيد وكلشي مرشوط والميزانيه فعلا الا كان المازوط يعني احنا ما كرهناش لو كان كانت الميزانيه تسمح بذلك لو كانت الميزانيه تسمح بذلك غنزيدوا المازوط ولكن المقابل غتكون الحصيله مقابل الاستهلاك رانا شرينا كيلو ديال الحب خاصو كيلو ديال الفاخر ولا شرينا نص كيلو ديال الحب خاصو نص كيلو الفاخر وحنا اش قال شي واحد المازوط كاين الخدمه في العرض ما كايناش الناس كتشوف فين هاد الحصيله ديال الانجاز ديال داك المازوط هذا هو السؤال يعني اذا كنطالبوا بتدبير هذه الميزانيه الضئيله بطريقه يعني وترشيد النفقات راه ماشي ضد حنا بغينا المجلس ينجح ولكن بغيناه تنصحوا باش يزيد يدبر اكثر هذه الموارد الضئيله في هذه الفتره اللي هي صعيبه بغينا يزيد وحنا بغينا المجلس ينجح ممكن يجي بشد ولكن بغينا يرشد هذه النفقات وشكرا. شكرا سيدي تدعي لي شي كيف يعقل السيده الرئيسه اننا كنشوفوا الموتى تمشي في البيكو واليوم كنشوفوا 60 مليون وباقي الموتى كيهزوها في البيكو يعني وبلاتي نكملوا جاوبيني الله يخليك راه كاينه فولاد العياشي في الموتى الاولى راه جا صفور و500 درهم قلنا ما فيها باس ولكن ملي غنجيو الموتى الثانيه ونهزوها في البيكو وكنعرفوا بلي اليوم كنفتخروا بها تحت الرعايه الساميه ديال جلاله الملك والاوراس الكبرى للعالم كيغير عليها ونشوفوا نهزوا الموتى في البيكو ونديوها نسلموها لولاد العياشي و سيدي الرئيس راني كنعرف راه شنو المستعمر وانا كيش اسانس كنت نقول تاع 300 درهم تفضل الله سيدي الرئيس انا نكملها سيدي الرئيس الموتى الاولى في العياشي تاع 300 درهم باش مشات الموتى الثانيه يعني مشات في البيكو الا عندك شي دليل راه هي شوف كاين الدليل سيدي الرئيس راه مسابي اه هي شوف اش ما غنعطيك لا اول حاجه اللي شي الموتى واش علاش ما يمكنش تشوه لا ما يمكنش تشوه لا عندك الحق تصور حيتاش مسابي صورها كمل له جاوبني عطيني الدليل وخا ساعه جوج وخا تشوفي ديك الخدمه الا شفتي ديتي في بيكو الله انا ما عمرش نمشي الموتى كتمشي في بيكو يا ما كيمشيو هاد الزايد ما كتمشيو في بيكو نمشي في بيكو سيده وسيده هزوها رشوها
الجامعة ديال عامر وكنعرفو تنقول مازال كنزيد اللعب كرفسة أخرى بلادنا اللي العالم كيدير عليها تحت رعاية ديال جلالة الملك والأوراش الكبرى واليوم نشوفو السيدة غادي فيكو راه منكر هادو نشوف على 60 مليون ونعطيك توضيحات نجيو كشي حكمة فتشوف فيها وصيفطك عند الناس باش يهزوها الماتريكول ديال بيكو مشا هو القايد ونجيبو ليك وما يمكنش السيدة الرئيس ولكن الإخوة اللي شافوا هادشي لو كنت تعاود في السيرك ما نخليش ديك الشواط وصل خلصها من جيبي ما نخليهاش وصل باش ما نلبسش الجامعة ديالي يعني غير على وقعت في هاد الغرام وهاد عامر هادي وشكرا يا جي شتي متغضب بيكم كنشوفها غادا نهزلها اما كيديرو في لونبلوصه اما كيديروها هزلها هادشي اللي كنعرف انا في حياتي من هنا القدام الله اعلم الا كان عندك شي صغيره ولا شي دليل جيبو ليا كاين شي تدخل من غير رافضون الممتنعين مجموع المداخل الباب 10 دوزتين الاولى مجموع المداخل دابا النفقات باب 10 موافقون رافضون موافقون رافضون نفس العدد موافقون موافقون رافضون ممتنعون